اللهم اصلح عبادك وبهيمتك وانصر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اصلح عبادك وبهيمتك وانصر رحمتك. يا سلام يا سلام على منظر جميل، منظر ولا في الأحلام، منظر جميل، منطقة جميلة رائعة جبلية ما بين مدينة تطوان وشفشاون. هذه هي الطريق التي أمامكم إن شاء الله، الطريق القديمة والطريق الجديدة، هذه الطريق الجديدة إن شاء الله اللي كيشتغلوا عليها حاليا فرق ديالنا، وغادي نعرفكم بالفرق اللي كاينين معنا. هالطريق هذه ما غاديش تبقى ان شاء الله وبحول الله، اشغال مكثفة كتعرفها هاد المنطقة، التوسعة الكاملة، هناك انهيارات بسبب الفيضانات. هاد المنطقة نقطة سوداء مشاهدينا الكرام، حقيقة عجبتني غير هاد المناظر طبيعية، مناظر جبلية والله. على مقرب من المغرب، المغرب قريب بحول الله، شوف الناس فين ساكنين، شوف الناس فين ساكنين لهنا وراحت البال. اذا معنا فريق اللي عرفتوه معنا في مدينة الهرورة في الرباط، كان كيصاوب لنا جوج ديال القنطرات ونجح في المهمة ديالو على واد إكم. انه فريق لينيفير باط طونجي الشماليين الريفيين مشاهدينا الكرام. اذا الاشغال ديال هذه المنطقه كلها بحول الله. الطريق القديمه هي هذه، الطريق الجديده ها هي كتصوب، هي هذه اللي احنا عندنا فيها بحول الله، وخدامين على واحد الممر تحت ارضي اللي غادي يكونوا هنا ان شاء الله بحول الله. جوج ديال الطرقان، غتكون وحده كتدي وحده كتجيب، دابا كيشتغلوا في الاولى مخلين الثانيه حاليا مطلوقه، وغادي نشوفوا هذه الاشغال كيف تتم بحول الله. اسمحوا لي كنخلي المشروع وكنشوف هاد الطبيعه، كنخضروا عويناتنا ونعالجوا عويناتنا مشاهدينا الكرام. ما شاء الله روعه روعه صراحه، راه اللي جالس امام الهاتف ليس كمن يشاهد مباشره، علاج نفسي صراحه. اذا لاحظوا معايا هنا هاد الشعبه، حنا كنقولوا لها الشعبه، وهو الفج ما بين الجبلين، كتكون الماء كيهبط وتيتم غادي الماء غادي 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 كيمشي. فدابا حاليا فريق لينيفير باط والناس المكلفه بهذه المنطقه تنبهوا لهذه المساله هذه بحول الله، وغادي يعالجوا الوضع وما غيبقاش كيف ما كان من قبل. اذا غادي نشوفوا هذه الممرات المائيه اللي جايه من تحت وغادي تخرج لهنايا، وغادي تكون عندنا الطريق هنا مباشره. اذا ها الممر المائي اول ها هو امامكم اللي غادي يخوي فهاد الشعبات مباشره. اذا حاليا دابا كيشتغلوا كيحيدوا الاتربه هنا، وغادي نشوفوا واحد بحال واحد الشكل، واحد السد، واحد البراج كاين هنايا. هذا باش تفهموا، ها هو خارج هنا، هاجوا باش تفهموا معايا، كل شيء فهم ان شاء الله بحول الله. هذا ها هو كاين قادوس، ممر مائي من تحت الماء، وغادي يخوي، غادي نقول لكم منين جاي. ها هو منين جاي باش نكونوا كنفهموا ثقافة البناء والتشييد وكيفاش الأمور كتمشى. إذا ها اللي ضالوا هنا امامكم، شتو اذا هذا غادي يعمر بالماء ديال هاد الشعبات وغادي يخوي فليه، وهنا الطريق غادي نحتفظوا عليها لما نبنيوها من بعد ما كان كيكونوا الفيضان هنا والترياب. اذا دابا فهمتوا الطريقه ديال الاشتغال اللي غادي تكون هنايا. اذا السلام عليكم، كي داير اخويا؟ بخير، الله يحفظك اخي. إذا باش تفهموا معايا مشاهدينا الخدمة، الخدمة كي دايرة هنا، هنا راه تصاوب واحد
تريمي راه والدم راه تصاوبت فينا ضرب الدالون لي دالون راه هما. اذا الماء غادي يجي وغادي يخوي، انا غادي نوريكم منين غيجي الماء وغادي يخوي. من بعد غادي يدوزو رومبلي، ها هو رومبلي، ها هو كيدوز وغادي تعمر هاد لافاس كامله. ومن بعد غتعمر راه كاين القنطره راه مصاوبه صافي صلات عندي. ومن بعد ما غادي تعمر غادي تدوز الطريق مباشره وغتولي عندنا طريق اخرى. اللهم بارك. هنا راه تيفرشوا واحد طابي جيوتيكستيل، ها هي مفرشه، عندها واحد الدور كبير. هاتي هبطوا بزاف، حفروا تبارك الله، خدمه الخدمه. لاحظوا معايا شحال ديال الخدمه دابا، هادشي كلشي غادي يعمر، كلها غتعمر. راه تقريبا راه ما يزيد على 12 متر ديال العمق. شتو راه قنطره كاينه من تحت هاي تريمي قدو قداش. هادو الخدمه ديال بصح، شتو هادشي كلشي من اجل ترويد مياه الامطار والفيضانات لا قدر الله. دابا هاد الطريق هادي ملي غتصوب ما يبقاش عندنا فيها مشكل، المياه غادي تجي مباشره تحت تريمي وغيتم الترويد ديالها وغتمشي ما بين الجبال. اللهم بارك. اجيو معايا نشوفوا الماء منين غيجي ومنين غادي يدوس. دابا هاد الطريق هادي كلها غادي تانيل ان شاء الله، ما يبقاش هادشي. من بعد ما غيسالوا الاولى غيوقفوا هادي ياك، باغي يطلقوها وغيدوزوا لهنايا باش يخليوا الحركه ديال المرور خدامه ما توقفش. اجيو تشوفوا الشعبه اللي قلت لكم، شو ما فج بين الجبال هنا، راه كتم جايه الامطار من هنا الحمله، وغتدخل من التحت وغادي تخرج مباشره ديريكتومو بين الجبال. اذا غادي يولوا عندنا جوج ديال الطرقان، وحده من هنا وحده من هنا. الخدمه كي دايره كي دايرين ليها. اذا ها هو الممر المائل، شتو وغادي يفرغ مباشرة بين الجبال، وهكا غادي نربحو الطريق ما غتقاس ما تمس. الحمد لله، وهذا فضل من الله ونعمة. بحال شي سد تبارك الله، شوف شوف المشروع داير بحال شي سد. اذا تحيه خاصه لفريق لونيفيرباط مشاهدينا الكرام، ما بين مدينه تطوان وشفشاون ما بقى لنا الا 30 كيلومتر وندخلوا مدينه شفشاون مشاهدينا الكرام. وبذلك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذا اخوكم سيم يتجول بكم بمشاريع المملكه المغربيه خصوصا في مجال البنيات التحتيه الطرقيه والصحيه والاستشفائيه والرياضيه والاقتصادية، كل ما يهم مجال البناء والتشييد. إلى اللقاء يا أصدقاء، وكنشكروا الناس اللي كيساهموا في تقدم وازدهار المملكة خصوصا
هاد العمال وهاد المقاولات واليد العامله والشركات والمهندسين والمصممين والشوافريه والمسؤولين. بارك الله فيكم، الى اللقاء يا اصدقاء.